بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي قناة دي ان اي، اهلا وسهلا بكم. اهلا باعزائنا التلاميذ في هذه القناة التعليمية. اذا يعني بعد الطلب الكبير على ادراج خاصية الصوت الى الدروس، نحن ان شاء الله سنشرع في شرح دروس المجال الرابع وحدة العضوية لمستوى السنة الاولى جدا مشترك علوم وتكنولوجيا. فأهلا وسهلا. إذا المجال الرابع كما قلنا هو وحدة العضوية. قد يكون يعني في البداية هذا العنوان مبهما، لكن كما تعرفون أن جسم الإنسان يتكون من مجموعة من الخلايا، ومجموع هذه الخلايا يشكل لنا نسيج، ومجموعة الأنسجة تشكل لنا عضو، وكذلك يعني مجموعة الأعضاء تشكل لنا أجهزة، وهذه الأجهزة مع بعض تشكل لنا العضوية أو الجسم، وهي تشكل يعني وحدة واحدة، لهذا عنوان مجال وحدة العضوية. الوحدة التعلمية الأولى هي استجابة العضوية للجهد العضلي والنشاط الأول. طبعا هذه الوحدة تحتوي على نشاط واحد، وهو تأثير الجهد العضلي على الوظيفة القلبية والتنفسية. طبعا أعزائي التلاميذ، في السنة الرابعة متوسط كنتم يعني قد درستم مجموعة من المفاهيم يعني حول التنفس والجهاز التنفسي. كما تشاهدون في هذه الصورة، نلاحظ يعني الجهاز التنفسي عند الإنسان. نلاحظ في الصورة المقابلة لها كذلك الجهاز التنفسي، نلاحظ أنه يتكون من رئتين، يتكون من قصبة هوائية، كذلك نلاحظ الحنجرة، يعني هذه المجاري التنفسية. فالهواء المحمل بالأكسجين الذي نتنفسه يدخل يعني عبر المجاري التنفسية، ثم عبر يعني القصبة الهوائية إلى الرئتين، وبالضبط في ما يعرف بالأسناخ الرئوية، أين يتم تبادل يعني الأكسجين مع الدم، حيث يقوم يعني الدم بنقل يعني الأكسجين إلى القلب ومنه إلى يعني جميع الأعضاء. وكذلك CO2 أو ثاني أكسيد الكربون يتم يعني نقله من الدم إلى الرئتين، ويتم التخلص منه خارج الجسم، إذا بظاهرة الشهيق والزفير. لاحظ معنا كذلك عزيزي التلميذ الجدول التالي، حيث نلاحظ يعني أثناء الراحة كمية الأكسجين المستهلكة تكون 0.2 لتر في الدقيقة، وفي حالة المشي نلاحظ أن هذه الكمية يعني تتضاعف من 0.20 إلى 0.40 لتر في الدقيقة. أثناء المشي السريع نلاحظ أن هذه الكمية تزداد كذلك وتصبح 1 لتر في الدقيقة. أما أثناء الجري السريع فتتضاعف كذلك هذه الكمية وتصبح 3 لتر في الدقيقة. إذا لاحظ الفرق بين حالة الراحة، كمية الأكسجين المستهلكة في حالة الراحة، وفي حالة يعني الجهد في هذه الحالة الجري السريع. والمعروف أنه يعني عند ممارسة أي جهد عضلي نلاحظ تغير في استهلاك الأكسجين كما لاحظنا، وتغير في نبض القلب، وكذلك يعني زيادة في معدل التنفس. لهذا سنطرح إشكالية في هذا الدرس، وهي ما هي الآليات التي يؤثر بها الجهد العضلي على الدوران وعلى التنفس؟ إذا الفرضيات التي قد تعطونها أننا أثناء الجهد العضلي نلاحظ زيادة في معدل التنفس، زيادة في الشهيق والزفير، قد تعطون فرضية أخرى زيادة ضربات القلب، زيادة الوتيرة التنفسية، زيادة يعني تدفق الدم. أول عنوان لهذا الدرس وهو قياس الوتيرة التنفسية والقلبية أثناء الراحة وأثناء النشاط، وهذا طبعا باستعمال جهاز يدعى بجهاز الإجزاو أو التجريب المدعم بالحاسوب. إذا نبدأ أولا في
قياس الوتيرة التنفسية. إذا سنقوم بقياس الوتيرة التنفسية وقياس الوتيرة القلبية. أول شيء راح نبدأ به هو قياس الوتيرة التنفسية، وهذا أثناء الراحة وأثناء النشاط. الأدوات المستعملة لهذه العملية هو الوسيط فوكسي، و يعني مجموعة من لواحقه تمكننا من قياس الوتيرة التنفسية. الخطوة التجربة موضحة أمامكم. في نهاية التجربة سنتحصل على المنحنيين التاليين، حيث المنحنى باللون الأزرق يمثل يعني الوتيرة التنفسية أثناء وتسجيلات الوتيرة التنفسية أثناء الراحة، بينما المخطط باللون الأحمر يمثل تسجيلات الوتيرة التنفسية أثناء القيام بجهد أو أثناء النشاط. إذا المطلوب هنا تحليل للنتائج، وهذا يعني تحليلا مقارنا، المطلوب هو تحليل النتائج تحليلا مقارن. إذا يمثل أو التحليل يكون كالتالي: يمثل المنحنيين قياسات الوتيرة التنفسية بدلالة الزمن للشخص أثناء الراحة وأثناء النشاط، حيث نلاحظ زيادة الوتيرة التنفسية أثناء النشاط مقارنة بها بحالة الراحة. هذا بالنسبة للوتيرة التنفسية. إذا نفس الشيء سنقوم بقياس الوتيرة القلبية في حالة الراحة وفي حالة النشاط، طبعا باستعمال جهاز الإكزاو، الوسيط فوكسي ولاقط الأو سي جي، فنحصل على المنحنيين التاليين: المنحنى باللون الأزرق يمثل تسجيلات الوتيرة القلبية لشخص أثناء الراحة، بينما المنحنى باللون الأحمر يمثل تسجيلات الوتيرة القلبية أثناء النشاط. إذا المطلوب تحليل النتائج تحليلا مقارنا. إذا التحليل سيكون كالتالي: يمثل المنحنيين قياسات الوتيرة القلبية بدلالة الزمن لشخصين أو لشخص أثناء الراحة وأثناء النشاط، حيث نلاحظ زيادة الوتيرة القلبية أثناء النشاط مقارنة بها في حالة الراحة. إذا هنا تحليل مقارن. ماذا نستنتج من هاتين التجربتين؟ إذا نستنتج أنه أثناء الجهد العضلي نلاحظ تسارع للوتيرة القلبية والتنفسية. الآن سنرى علاقة نشاط العضلة بتغير بعض العوامل الفيزيولوجية، ولهذا سنقوم بدراسة الوثيقة 2 صفحة 172 التي تمثل نتائج تحاليل أجريت على دم قبل دخوله إلى عضلة رياضي وبعد خروجه منها، وهذا أثناء الراحة وأثناء النشاط. إذا أعزائي الطلبة، لاحظوا معي الجدول التالي. إذا الجدول يمثل كميات مقدرة بالكيلوغرام من العضلة خلال دقيقة، عضلة أثناء الراحة وعضلة أثناء النشاط. إذا لدينا حجم، انتبهوا جيدا، حجم الدم المار عبر العضلة بالمليلتر. إذا حجم الدم بالمليلتر يعني الذي يمر على العضلة. أثناء الراحة نلاحظ أنه 225 مليلتر. أما أثناء النشاط فنلاحظ أن حجم الدم المار عبر العضلة هو 1040 مليلتر. هذا بالنسبة لحجم الدم. بالنسبة لثاني ثنائي الأكسجين الأودو المستهلكة، أثناء الراحة نلاحظ أنها 8.4 مليلتر كمية الأكسجين المستهلكة. أما أثناء النشاط فنلاحظ زيادة، وهي بحيث تصبح القيمة 115 مليلتر. بالنسبة لثاني أكسيد الكربون المطروح CO2، كان في البداية في أثناء الراحة 7.4 مللتر، ويعني أثناء النشاط أصبح 120 مللتر.
الغلوكوز المستعمل أو المستهلك من طرف العضلة في حالة الراحة 15.5 مللتر أو ملي غرام. يعني عضلة أثناء النشاط أصبح يعني زادت هذه الغلوكوز المستهلك من 15.5 إلى 190. بالنسبة للبروتيدات والبروتيدات المستعملة أو المستهلكة أثناء الراحة صفر وأثناء النشاط صفر. إذا المطلوب حلل نتائج الجدول تحليلا مقارنا. إذا التحليل يكون كالتالي: يمثل جدول وثيقة 2 نتائج تحاليل أجريت على دم قبل دخوله إلى العضلة الرياضي وبعد خروجه منها أثناء الراحة وأثناء النشاط، حيث نلاحظ يكون حجم الدم المار عبر العضلة أثناء النشاط أكبر منه أثناء الراحة. كمية الأكسجين المستهلكة والCO2 المطروحة أثناء النشاط أكبر من كميتها أثناء الراحة. يزداد استهلاك العضلة للغلوكوز أثناء القيام بالجهد، كما تشاهدون كانت 15.5 وأصبحت 190. ونلاحظ كذلك عدم استهلاك البروتينات لا أثناء الراحة ولا أثناء النشاط. أظن أنه التحليل واضح. إذا فسر الاختلاف بين كمية الغلوكوز والبروتيدات المستهلكة، لماذا كمية الغلوكوز المستهلكة زادت بينما البروتيدات المستعملة لاحظنا أنها يعني صفر سواء أثناء الراحة أو أثناء النشاط؟ وتفسير ذلك أن الغلوكوز يعتبر مصدر لإنتاج الطاقة عكس البروتينات التي لا تعتبر مصدر لإنتاج الطاقة التي تحتاجها العضلة في نشاطها. إذا سؤال آخر: حدد مصير ثنائي الأكسجين والغلوكوز المستهلكين على مستوى العضلة. يعني أين يعني ذهب الأكسجين والغلوكوز في العضلة؟ إذا الجواب هو أن الأكسجين أو الغلوكوز بوجود الأكسجين أثناء النشاط يعني يتأكسد الغلوكوز كما رأينا في الدروس الأولى المتعلقة بالتنفس، وينتج عن ذلك طاقة وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. طبعا ثاني أكسيد الكربون يتم طرحه أو ينتقل عبر الدم ويتم طرحه عبر يعني جهاز تنفسي بحادثة أو بعملية الزفير. المطلوب الآن حدد العلاقة بين النشاط العضلة ودور الدم في التغيرات المسجلة. إذا أثناء النشاط يحمل الدم كميات متزايدة من الأكسجين والغلوكوز لضمان كميات كبيرة من الطاقة، لأن العضلة أثناء الجهد العضلي تحتاج إلى طاقة كبيرة، لهذا يعني ترفع استهلاكها من الأكسجين ومن الغلوكوز. إذا ماذا نستنتج من هذا؟ نستنتج أن العضلة في حالة النشاط ترفع استهلاكها من الأكسجين وطرحها لثنائي أكسيد الكربون وكذلك استهلاكها للأغذية الغلوكوز لضمان كميات كبيرة من الطاقة. الآن سنرى العلاقة بين التدفق الدموي والهوائي ومفهومهما. أولا مقارنة بين التدفق الدموي والهوائي أثناء الراحة وأثناء الجهد العضلي. إذا لمعرفة هذه العلاقة نقوم بدراسة الوثيقة 3 صفحة 173 التي تمثل قيم التدفق الدموي والهوائي أثناء الراحة وأثناء جهد عضلي. أولا سنقوم بشرح ما معنى التدفق الدموي وما معنى التدفق الهوائي. التدفق الدموي هو حجم الدم المقذوف من طرف يعني القلب في الدقيقة، يعني هو حجم الدم المقذوف من طرف البطين في الدقيقة. التدفق الهوائي ما هو؟ هو كمية الهواء المتبادل من طرف الرئتين في وحدة الزمن. هو كمية الهواء المتبادل من طرف الرئتين في وحدة الزمن. إذا لاحظوا الجدول التالي، الجدول التالي يمثل قيم التدفق الدموي والهوائي أثناء الراحة وأثناء جهد عضلي.
يعني عضلة أثناء الراحة وعضلة أثناء النشاط أو أثناء الجهد العضلي. إذا التدفق الدموي مليليتر في الدقيقة، لاحظ بالنسبة لحالة الراحة نلاحظ أنه 1200 مليليتر في الدقيقة، لكن أثناء النشاط زادت التدفق الدموي وأصبح 12500. هذا بالنسبة للتدفق الدموي الذي قلنا أنه هو حجم الدم المقذوف من طرف البطين. التدفق الهوائي، التدفق الهوائي الذي هو كمية الهواء المتبادل من طرف الرئتين، أثناء الراحة نلاحظ أنه 8 لتر في الدقيقة، وأثناء النشاط أصبح أو يكون 60 لتر في الدقيقة. إذن المطلوب هنا حلل نتائج الجدول. إذن التحليل يكون كالتالي، يمثل الجدول قيم التدفق الهوائي والدموي أثناء الراحة وأثناء النشاط، حيث نلاحظ أثناء النشاط يزداد التدفق الدموي والهوائي، أي عند نشاط العضلة يزداد تدفق الدم إليها حاملا الأكسجين. أظن أن الوثيقة واضحة. استخرج العلاقة بين النشاط العضلي والتدفق الدموي والتدفق الهوائي. إذن ما هي العلاقة الموجودة بين النشاط العضلي والتدفق الدموي والتدفق الهوائي؟ أثناء الجهد العضلي، الجواب يكون أثناء الجهد العضلي يزداد التدفق الدموي ويزداد التدفق الهوائي. ولاحظنا في الجدول أن هذه الزيادة تكون في نفس الوقت. الآن سنشرح تغيرات التدفق الدموي والهوائي أثناء الراحة وأثناء النشاط. لهذا سنقوم بدراسة الوثيقة 4 صفحة 173 التي تمثل تغيرات التدفق الدموي والهوائي أثناء الراحة وأثناء النشاط وعند الاسترخاء. إذن لاحظوا معي الوثيقة 4. إذا نلاحظ حجم الأكسجين لتر في الدقيقة في حالة الراحة يكون 0.5 ويكون ثابتا، ثم أثناء النشاط نلاحظ زيادة حجم الأكسجين المستهلك إلى 1.5، وهذا طوال فترة النشاط التي تمتد من 0 إلى 15 دقيقة. ثم أثناء الاسترخاء يعني التوقف عن النشاط نلاحظ عودة يعني حجم الأكسجين إلى قيمته الأولى أثناء الرحاء. طبعا هذا الرجوع يكون تدريجي. بالنسبة لحجم الدم نلاحظ نفس الشيء. بالنسبة لحجم الدم حيث يكون في البداية 90 مليلتر أثناء الراحة، ثم أثناء الجهد العضلي نلاحظ أنه يزداد حجم الدم إلى حوالي 110 طوال فترة النشاط، ثم يعود من جديد إلى مستواه السابق في حالة الاسترخاء. بالنسبة للوتيرة القلبية نبضة في الدقيقة، نلاحظ أنه في حالة الراحة تكون ثابتة عند 80 نبضة في الدقيقة، ثم أثناء النشاط تزداد الوتيرة القلبية لتصل إلى حوالي 120 نبضة في الدقيقة، ثم بعد النشاط وفي حالة الاسترخاء نلاحظ عودة الوتيرة القلبية إلى قيمتها العادية. إذا المطلوب هنا حلل منحنيات الوثيقة 4. التحليل يكون كالتالي، تمثل المنحنيات تغير حجم الأكسجين وحجم الدم والوتيرة القلبية بدلالة الزمن خلال الراحة وخلال النشاط وخلال الاسترخاء، حيث تكون ثابتة في حالة الراحة وتزداد أثناء النشاط لتعود إلى القيم الأصلية عند الاسترخاء. إذا ماذا نستنتج من هذا؟ نستنتج
أن النشاط العضلي يؤدي إلى زيادة الوتيرة القلبية، وبالتالي زيادة حجم الدم، لأنه يعني القلب مسؤول عن ضخ الدم، فزيادة الوتيرة القلبية وزيادة يعني النبضات تؤدي إلى زيادة حجم الدم المقذوف، وهذا الدم يكون يعني حامل للأكسجين. ونلاحظ كذلك أن هنالك تناسب يعني طردي بين التدفق الدموي والتدفق الهوائي. خلاصة لهذا الدرس أنه أثناء الجهد العضلي يزداد استهلاك المغذيات والأكسجين، ويزداد طرح ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء، ومن جهة أخرى تتسارع الوتيرة التنفسية فيزداد التدفق الهوائي، وهذا لضمان تدفق مزيد من الأكسجين، وتتسارع الوتيرة القلبية فيزداد التدفق الدموي، وهذا يضمن تدفق المزيد من المغذيات والأكسجين، وبذلك يتم تلبية حاجيات الخلايا العضلية أو العضلات. إذا كان هذا درس أو نشاط واحد، تأثير الجهد العضلي على الوظيفة القلبية والتنفسية. أظن أنه يعني درس بسيط، وهنا يعني أدرجت حلول تمارين الكتاب المدرسي كتقويم. يمكنكم الاطلاع على الحلول، ونلتقي إن شاء الله في درس جديد في المرة القادمة إن شاء الله. أنتظر يعني أسئلتكم في التعليقات، وأتمنى لكم التوفيق. كما أريد أن أنوه إلى شيء، وهو أن تكون دائما معنوياتكم مرتفعة مهما يعني كانت نتائجكم في الفصل الأول والثاني. يمكنكم تحقيق النجاح إن شاء الله في هذه السنة أخرى، وإلى فرصة أخرى سنلتقي إن شاء الله فيها مع درس جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.